بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد كنت أتمنى في بداية الحلقة أهني الأهلي وجماهير الأهلي بالتأهل لأول مرة لنهائي كأس العالم للأندية، لكن بالطبع ليس في الإمكان أفضل مما كان. الأهلي موجود في حدث متميز، حدث فريد، حدث استثنائي، كأس العالم للأندية المشاركة رقم 6. أساطير الكرة في العالم كلهم بيتحدثوا عن الأهلي النهاردة، كل وكالات الأنباء، الصحف العالمية، بايرن ميونخ بالأمس في المؤتمر الصحفي، المدير الفني هانز فليك تكلم عن الأهلي بشكل جيد جدا، في مكاسب عديدة ممكن نعددها بعد مباراة الأمس. في كلام كتير ممكن نتكلم فيه، لكن بالطبع على مدار الحلقة النهاردة وفي تفاصيل كتيرة ومعندها كمان أخبار مهمة جدا هنقولها لكم من خلال بعثة فريق النادي الأهلي هناك، استعدادا كمان لمباراة مهمة، مباراة يوم الخميس أمام بالميراس البرازيلي على تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمباراة الختامية بإذن الله يوم الخميس المباراة الساعة 5. لكن نبدأ سؤال حلقتنا النهاردة، رأيكم إيه في أداء النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ بالأمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟ الكل يدخل يشارك معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وهنستعرض الآراء والمشاركات في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند. لكن سريعا ندخل بسرعة في عناوين الحلقة. في ترند الأهلي، الفريق الأول يبدأ غدا استعداداته لمواجهة بالميراس. كمان في ترند الأهلي، لاعبو الأهلي يتعهدون على تكرار إنجاز 2006. وأخيرا محاولات لتجهيز معلول لمباراة الخميس بإذن الله. نستعرض مع بعض مباريات اليوم، طبعا في مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأسباني وكأس إيطاليا، فيها مواجهات حاسمة على مدار أسبوعين، في مباريات قوية ومثيرة جدا. نبدأ بمباراتين اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي، الساعة 7:30 بيرلي هيلعب مع بورنموث، والساعة 9:30 مانشستر يونايتد هيلعب مع ويست هام يونايتد. مباريات الدوري الأسباني الساعة 10 المساء اليوم، ريال مدريد في مواجهة مع ختافي، وكأس إيطاليا مباراة قوية جدا ومثيرة بالتأكيد، الكل هيكون حريص على متابعتها ومشاهدتها الساعة 10 إلا ربع مساء، يوفنتوس مع إنتر ميلان، قمة الكرة الإيطالية اليوم في كأس إيطاليا. ومن فترة كانت في مباراة قوية أيضا ما بين إنتر ميلان والميلان، لكن إنتر ميلان السنة دي عامل نتائج ولا أروع في سواء الدوري الإيطالي أو حتى في كأس إيطاليا. لكن حلقة النهاردة زي ما قلت لكم فيها تفاصيل وفيها موضوعات، وعشان وقتنا أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونتكلم، لأن عندنا كلام كتير جدا سواء أخبار للبعثة أو حتى كلام مهم جدا بالنسبة لماتش امبارح وتحديد المركز الثالث والرابع مع بالميراس يوم الخميس القادم. اهلا بحضراتكم من جديد، وحديث بالطبع عن مباراه الاهلي بين الاهلي وبايرن ميونخ بالامس، وبالتالي تاهل بايرن ميونخ للمباراه النهائيه لمواجهه تيجرس المكسيكي، والاهلي سيواجه باذن الله بالميراس يوم الخميس على تحديد المركز الثالث والرابع. عايز اقول كلمتين متعلقين بمباراه الامس. اول حاجه، مهم جدا لجمهور النادي الاهلي يبني على الاحداث اللي موجود فيها الاهلي في كاس العالم للانديه. انت موجود في حدث كبير جدا، كاس العالم للانديه والمشاركه رقم 6. النهارده لو بنتكلم عن اساطير الكره في الفيفا، بتتكلم على فكره ان خافير ماسكيرانو، كاكا، خيليو سيزار، الكل بيتكلم على مشاركه جيده وانطباع جيد، يعني النادي الاهلي عمل شكل جيد جدا في هذه البطوله، الكل بيتكلم عليه، بل بالعكس كمان الكل بيشيد بتجربه جماهير النادي الاهلي في هذه البطوله، وبالتالي لازم نبني على هذه الخطوات، لان احنا عندنا جيل كان بعيد عن بطولات افريقيه اخر 7 سنوات وبيسعى من جديد لكتابه تسطير تاريخ جديد للنادي الاهلي بعد حقبه زمنيه كانت فيها انجازات على اعلى مستوى من 2005 ل 2013. بتبني جيل من دلوقتي ل 10 سنوات قدام، البدايه موفقه. ولو النادي الاهلي بيقارن نتائجه في هذه البطوله، هو بيقارن نتائجه بنتائج نفسه مع البطولات السابقه. مش عايز اروح في فكره قصف الجبهات والناس تقول لك اصل لو كان فريق تاني هو كان موجود كان ممكن يعمل اداء افضل من كده، لا. النادي الاهلي لما بيقارن نتائجه بيقارن نتائجه بنتائج نفسه في كاس العالم للانديه، فبالتالي هذه المشاركه لو بنقارنها باول مشاركه عام 2005، لا، في اداء افضل، في نتيجه افضل، بتلعب على الميداليه بعد غياب حوالي 7 سنوات. النادي الاهلي عنده مجموعه من اللعيبه باذن الله يبني عليهم للفتره الجايه، ومهم جدا الجمهور يبني على ده كمان الفتره الجايه، لان حجم الاستفاده الفنيه والماديه والتسويقيه لوجود الاهلي في حدث استثنائي زي كاس العالم للانديه ما تخلوش حد ابدا او اطلاقا يقلل منه، او حتى شايف نفسه ان هو بعيد عن ده فيحاول يضايقك او يزعلك ان الاهلي خسر حتى امام بطل اوروبا. بالمناسبه انتوا بتتكلموا عن بيتسو موسيماني على مدار اكتر من حوالي 23 مباراه، يوم ما تقول
اول خساره لمدير الفني للنادي الاهلي كانت امام مين؟ امام بايرن ميونخ، امام بطل اوروبا، امام مدير فني هو احسن مدير فني في العالم، امام فريق بيملك افضل مهاجم في العالم واحسن لاعب في العالم في الاستفتاء الاخير للاتحاد الدولي فيفا على كريستيانو رونالدو وعلى ليونيل ميسي. فبالتالي الاهلي في مكانه جيده، ربنا يكرمنا باذن الله مباراه يوم الخميس نسعى لتحقيق ميداليه عشان نتوج بيها كل هذا الشكل اللي ظهر بيه الاهلي في كاس العالم للانديه. العالم كله يا جماعه بيتكلم عن الاهلي، العالم كله بيتكلم عن الاهلي، فلما نتكلم على اول خساره انت مش بتقول اول خساره امام غزل المحله او امام فريق في الدوري او بطوله افريقيا، انت بتتكلم امام بطل العالم، فريق كسب برشلونه 8، كسب توتنهام 7، كسب ارسنال، كسب تشيلسي بنتائج كبيره جدا. بالمناسبه هي الفكره مش في الخساره 2 او 3 او 4، ده اللي يبين لك نتيجه المباراه. ادائك امبارح انت قدر الامكان كنت بتعمل اداء بطولي امام بطل اوروبا في مباراه الامس. دي كانت جزئيه مهمه جدا عايز ابدا بيها كلامي، خاصه كمان بعد اشاده الفيفا، اشاده الكاف، اشاده العديد من نجوم الكره في العالم، والنهارده اساطير الفيفا بيتكلموا على انجاز الاهلي الجيد في هذه البطوله والاداء المتميز واشاده كبيره جدا بجمهور النادي الاهلي. بيتسو موسيماني بالامس كان ليه تصريحات مهمه جدا عقب المباراه، قال كلام مهم نروح نسمعه، وبعد المؤتمر الصحفي وبعد التقرير هقول كلمتين مهمين جدا بخصوص بيتسو موسيماني للفتره اللي جايه. كانت مباراة صعبة لنا، جابهنا فريقا ممتازا، ونتفهم الآن سبب احتلاله في هذا الوقت صدارة التصنيف العالمي للفريق، كما أنه يتصدر التصنيف الأوروبي. لم يصح لنا أي مجال لحيازة الكرة. أجل، عندما تكون أفضل فريق في قارتك فعليك دائما معرفة مدى تقدمك بمجابهة فريق من أوروبا، وأعتقد أننا تبينا الليلة مقدار الفارق بيننا الآن وأوروبا. طيب بيتسو موسيماني كان بيتكلم على أن الأهلي كان بيواجه بطل أوروبا، قدر الإمكان كنا بنحاول نعمل مباراة جيدة أمام فريق بيملك أفضل لاعبين في العالم وبيملك مدير فني على مستوى عالي جدا هانز فليك، وبالتاكيد هذا المدرب على مدار سنه قدر يعمل شكل البايرن ميونخ تحديدا خلال هذا العام، عشان كده حقق خماسيه وبيسعى لتحقيق السداسيه كاس العالم للانديه. بيتسو موسيماني يا جماعه تجربه جديده وكواليتي مختلف، عشان كده ممكن تلاقي بعض الاراء مش قادره تستوعب هذه التجربه، والناس مش قادره تستوعب فكره ان يكون في مدير فني افريقي بيقود النادي الاهلي. الفكره على المدى البعيد ليها ابعاد ايجابيه جدا، سواء على المستوى الفني، سواء على المستوى التسويقي، سواء على مستوى شعبيه النادي الاهلي في القاره الافريقيه وفي جميع انحاء العالم. الناس اللي بتنتقد بيتسو موسيماني هي بتنتقد على اول خساره امام بطل اوروبا بايرن ميونخ، فبالتالي انت مش بتنتقد على خساره في الدوري. زي ما قلت لكم نبني على ده للفتره الجايه، لان النادي الاهلي زي ما قلت لكم بيعمل تجربه جديده محتاجه ان جمهور النادي الاهلي يكون هو رقم واحد في مساندة هذه التجربة الفترة الجاية، ومش أي رأي يهز ثقة الناس في إدارة فنية موجودة كجهاز فني جنوب إفريقي بيقود الأهلي في الفترة اللي جاية. طيب في المقابل هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ امبارح كان ليه تصريحات عقب المباراة، والتصريحات كانت إيجابية بخصوص هذه المباراة وتحديدا مع النادي الأهلي. نتابع. أعتقد أن فريقي يستحق في نهاية المطاف التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية. هيمنا بوضوح على مسار المباراة في الشوط الأول وتقدمنا بهدف دون مقابل، ونسجل عادة هدفا أو هدفين إضافيين بعد ذلك. لم أكن دائما راض بتمريراتنا الأخيرة أو آخر تحرك أمام المرمى، احتجنا لوقت في الشوط الثاني حتى نعثر على طريقنا في المباراة، لكننا هيمنا بعد ذلك وضغطنا بقوة بهدف تسجيل الهدف الثاني. عندما تسجل الهدف الثاني فسيكون واضحا في الظروف العادية أنك ستمضي لتفوز بالمباراة. قدم فريقي أداء قويا ويقظا في الدفاع وأنا راض بذلك. شهدت بالطبع يوم أمس الأحد المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي، ولعب الفريق المكسيكي تيغريسونال بلياقة بدنية مرتفعة وحيوية وقوة في تلك المباراة. أحتاج لهذا السبب إعداد فريقي انطلاقا من يوم غد الثلاثاء لضمان أن لدينا الخطة المناسبة. طيب تصريحات هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ تصريحات مهمه جدا، قال احتاجنا وقت عشان نقدر نحرز الهدف الثاني. وخدوا بالكم فريق بايرن ميونخ من الفرق اللي تقدر تقول في الشوط الاول بس متوسط احراز الاهداف من 3 إلى 4 اهداف، لكن امبارح كان في قلق
بعد احراز الهدف، الهدف الثاني تاخر بالنسبه لهم، كان في قلق ان في اي وقت ممكن الاهلي يرجع بسرعه في نتيجه المباراه. وتصريحاته دي اعتقد ان دلت على شيء، بتدل على ان النادي الاهلي امبارح كان بيعمل مباراه على المستوى التكتيك على قيمه، وادى هذه المباراه بشكل كبير جدا، لكن في النهايه لازم يكون في فائز. وقدر بايرن ميونخ من خلال خبراته وطبعا قيمته التسويقيه وامكانيات لاعبيه يوصل للهدف المأمول بالنسبه له، يوصل للمباراه النهائيه. زي ما قلت لكم فريق الاهلي يبني على ده، لان احنا لسه عندنا مشوار طويل، بطوله افريقيا، وان شاء الله باذن الله الاهلي سيسعى الفتره الجايه ان هو يعود من جديد لبطولات العالم وكاس العالم للانديه، لان النادي الاهلي دايما مكانه هنا، مكانه مع الفيفا، مكانه مع البطولات الكبيره. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا عن اخبار البعثه وتفاصيل كثيره وموضوعات الناس كلها محتاجه تطمن وتعرف الجديد عن الفريق بعد مباراه بايرن ميونخ واستعدادا لمباراه بالميراس يوم الخميس القادم. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا عندنا تفاصيل متعلقه بالبعثه، بنتكلم عن النهارده الفريق رحم للتدريبات، طب بكره اكيد في مسحه طبيه. في تفاصيل متعلقه بقى بالبعثه بعد مباراه بايرن ميونخ قبل مواجهه بالميراس باذن الله يوم الخميس القادم. طبعا في كمان اسئله وفي تساؤلات كثيره، وانا عارف السوشيال ميديا عايزه تطمن على موضوعات كثيره متعلقه بالبعثه اليوم بعد مباراه الامس، وخلاص بنتكلم في 48 ساعه و24 ساعه ومباراه بالميراس يوم الخميس القادم، وتساؤلات عديده جدا. لذلك اذهب مباشره الى امير هشام موفد قناه النادي الاهلي من مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي عشان نعرف منه الجديد بالنسبه للفريق بعد مباراه الامس. مساء الخير يا امير. مساء الخير عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طيب امير، الناس كلها عايزه تطمن منك على اخبار البعثه، طبعا بعد خساره الامس عايز اعرف منك الحاله المعنويه، البرنامج الخاص بالفريق بعد المباراه لغايه موعد مباراه بالميراس، عايزك كمان تطمننا على حسين الشحات وعلى محمود كهربا. طيب خليني اقول لك في البدايه الحاله المعنويه يعني جيده، كان في تمنيات عند كل لاعبي النادي الاهلي امبارح ان هم يكسبوا المباراه، وده كان واضح عليهم جدا، وحتى في حديثهم بعد المباراه زعلانين طبعا ان هم ما تاهلوش لنهائي كاس العالم، ودي حاجه على فكره ايجابيه قوي ان انت لاعب في النادي الاهلي حتى لو بتقابل فريق زي البايرن كان هدفك الاساسي انك توصل لنهائي كاس العالم وتتخطى فريق بايرن ميونخ، لكن ما كانش فيه نصيب، وطبعا فريق البايرن افضل فريق في العالم، فالنتيجه يمكن كانت منطقية بنسبة كبيرة، ده ما يقللش إطلاقا من النادي الأهلي وطموحه اللي بإذن الله في يوم من الأيام يقدر يحقق أهدافه وأهداف جماهيره في هذه البطولة، واللي بتتمثل في الوصول للنهائي، وليه لأ كمان ما ناخدش اللقب في يوم من الأيام. فبالتالي دي مرحلة خلاص وخلصت يا محمد. الأهلي دلوقتي هيلعب على المركز الثالث مع فريق بالميراس البرازيلي. الاستعدادات بالنسبة للنادي الأهلي، خليني تحديدا أقول لك برنامج الفريق النهاردة ما فيش أي تدريبات أو حتى أي محاضرات من قبل مستر بيتسو موسيماني، راح بالنسبه لكل اللاعبين بعض يعني الاستشفاءات او التدريبات الاستشفائيه تحديدا في صاله الجيم، كلها حاجات خفيفه، فيما عدا ذلك ما فيش اي حاجه ثانيه تتعلق باي جوانب بدنيه او فنيه بخصوص فريق النادي الاهلي. بكره هيكون في برنامج بالنسبه للنادي الاهلي، او هيبقى في بعض الامور اللي بتتعلق بالبعثه واخر الاستعدادات بالنسبه لمباراه بالميراس بعد بكره. الساعه 10 الصبح هيكون الاجتماع الفني الخاص بهذه المباراه، الساعه 12 الظهر هيكون المسحه الخاصه بالبعثه بالكامل، وبالمناسبه بنسبه كبيره هتكون دي مسحه المباراه والسفر كمان للقاهره باذن الله في رحله العوده. والساعه 2 هيكون المؤتمر الصحفي الخاص بمستر بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي، هو مؤتمر صحفي الخاص بمباراه بالميراس. وخليني اقول لك ان المباراه طبعا هتكون على استاد المدينه التعليميه في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت المونديال، 5 بتوقيت القاهره، وهو هو نفس الملعب اللي هيستضيف طبعا مباراه النهائي. لكن الاهم وبخلاف طبعا في تدريبات بكره باذن الله هتبقى التدريب الوحيد بالنسبه للنادي الاهلي استعدادا لبالميراس، واكيد هيكون في محاضره كمان، لكن الاهم هو بخصوص حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا. اللجنه المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه يعني قررت عزلهم بعد المباراه بالامس في غرفهم هنا في مقر اقامه النادي الاهلي، وعملوا مسحه، ده طبعا بسبب يعني اختراقهم للفقاعه الطبيه وذهابهم لمنطقه الجماهير.
فعملوا النهارده الصبح مسحه طبيه بالفعل، نتيجتها هتظهر خلال ساعات، واحنا في انتظار النتيجه باذن الله يعني خلال الساعات اللي احنا فيها دي. لكن خلينا اقول لك يا محمد ان كده كده اي واحد بيبقى متواجد داخل الملعب بيبقى عامل المسحه، فيعني الكل سلبي ان شاء الله مش هيبقى في حاجه، يعني مش هتبقى ايجابيه باذن الله تعالى، الامور هتبقى او مسحه هتبقى سلبيه بالنسبه لحسين الشحات وايضا محمود عبد المنعم كهربا. بالمناسبه كمان اللجنه المنظمه عاقبت فريق بايرن ميونخ بعد المباراه بالامس، وده كان بسبب ان هم تاخروا في النزول ل يعني تاديه عمليات الاحماء قبل المباراه، وطبعا الاجتماع الفني بيبقى فيه كل كبيره وصغيره بتتعلق بكل الترتيبات دقيقه بدقيقه خاصه بالمباراه. امير اتاخروا ولا خرجوا متاخر؟ فريق البايرن ما نفذوش، اتأخروا اصلا في النزول عشان كده خرجوا متأخر، فاهم يعني؟ فبالتالي دي عقوبة من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، لان هم ما نفذوش الاتفاقات اللي كان الاتفاق عليها في الاجتماع الفني اللي سبق المباراة بيوم. دي ابرز الكواليس وابرز الاحداث. خليني اكلمك شوية على علي معلول كمان، لان ده خبر. طمنا على إصابة علي معلول. علي معلول في محاولات بالظبط في محاولات من دكتور احمد ابو عبله لتجهيز اللاعب لمباراه بالميراس. الموضوع فيه صعوبه نسبيه عشان نبقى يعني متفقين، لان هو عنده شد ما وصلش لمرحله المزق الحمد لله في العضله الخلفيه، لكن نسب لحقه لسه ما اتضحتش، هتتضح اكتر بكره. في محاولات مكثفه لتجهيزه لمباراه يوم الخميس باذن الله تعالى. الامور طبيعيه، الامور ماشيه بشكل كويس. اللي كمان امر ايجابي قوي عايز اقوله لك يا محمد، وحديث اللاعبين ما بينهم وبين بعض قدامنا امبارح عقب المباراه، وكلامهم دايما كان على احنا عايزين نكسب الماتش اللي جاي عشان ناخد المركز الثالث، نبقى راجعين بالميداليه البرونزيه عشان تبقى حاجه ايجابيه بالنسبه للاعبين بالنسبه لجمهور النادي الاهلي طبعا. فده هدفهم الاساسي والرئيسي دلوقتي، والكل مركز على الهدف ده، فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق فيما تبقى من هذه البطوله يا محمد. أمير هشام موفد قناة الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من مقر إقامة بعثة الفريق، وإن شاء الله بإذن الله تكون المباراة الخميس المباراة الختامية فيها توفيق كبير جدا، ونقدر نحصد ميدالية في ختام هذه البطولة الكبيرة كأس العالم للأندية. في ثواني قليلة عايز أوضح حاجة للناس، فكرة إن اللعيبة حسين الشحات وكهربا يعملوا النهاردة مسحة، ده إجراء وقائي نتيجة طبعا اختراقك الفقاعة الطبية اللي حددها الاتحاد الدولي. أمر بسيط جدا، إجراء وقائي بيتم، وده أبسط شيء ممكن يتعمل في خلال 24 ساعة عشان اللعيبة تدخل بسرعة للتدريبات ويكونوا جاهزين لمباراة بالميراس. فكرة كمان بايرن ميونخ زي ما قالها أمير معانا، أنت زي ما قلنا القواعد المحددة من خلال اللجنة المنظمة، أنت ليك قبل المباراة ب 50 دقيقة تقدر تنزل لإجراء عمليات الإحماء، وقبل موعد انطلاق المباراة بثلث ساعة في خلال ال 30 دقيقة دي تقدر تنزل تعمل عمليات الإحماء، تعملها في 30 دقيقة، تعملها في 10 دقايق، لكن ضروري لازم تخرج قبل انطلاق المباراة بثلث ساعة. بايرن ميونخ امبارح من خلال متابعتنا خرج قبل انطلاق المباراة بحوالي 7 أو 8 دقايق. هنا بقى الفيفا بتطبق قواعد على أي حد موجود في هذه البطولة، وهنشوف بالتأكيد بقى باقي القواعد خلال هذه البطولة، لأن فيها دروس مستفادة كبيرة جدا من خلال متابعتنا لكأس العالم للأندية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين النهارده عبر السكايب هيكون معانا ناقد رياضي كبير وكاتب صحفي واحد الزملاء الاعلاميين اللي موجودين في كاس العالم للانديه من ارض المونديال، عامل تغطيه مميزه جدا على مدار الساعه، كل يوم معاه جديد وكل ساعه فيه جديد. طيب نروح بسرعه ليه مع الزميل العزيز ناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ محمد الجزار. محمد ازيك، اخبارك ايه؟ وعايز اطمن من خلالك طبعا على ردود الافعال بعد مباراه الامس بين الاهلي وبايرن ميونخ، والجديد على لديك النهارده بالنسبه للاخبار المتعلقه بكاس العالم للانديه. اهلا بيك محمد، واهلا بكل الاهلاويه، واهلا بكل متابعي شاشه البيت الكبير قناه النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه الحمد لله، الحمد لله على الاداء، والحمد لله على الصوره اللي ظهر بها الفريق في مباراه البايرن. ان شاء الله نتطلع للافضل ونتطلع لتقديم صوره اجمل وازهى في مباراه ان شاء الله فريق بالميراس البرازيلي في مباراه الخميس، في مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع. يمكن بالنسبه للاجواء النهارده مستر موسيماني قرر انه يمنح اللعيبه راحه سلبيه من التدريب، والفريق بكره هيخوض تدريب وحيد بس، هيكون هو التدريب الرئيسي والتدريب الاخير استعدادا لفريق بالميراس، حتى تجنبا لمساله الارهاق في ظل ضغط المباريات كل 3 4 ايام تقريبا. كان في مباراه في بطوله كاس العالم للانديه نظرا لجدول البطوله الضيق من 4 فبراير لحد 11، فان شاء الله اللعيبه تكون جاهزه ويبقى في استشفاء كافي ليها انها تكون جاهزه للمباراه باذن الله،
وثقتنا كبيره دايما في لعيبه الاهلي وفي نجومه وفي كل اللي يكون موجود في الملعب، اي 11 راجل يكونوا في الملعب ان شاء الله دايما ثقتنا كده فيهم. حتى قبل مباراه البايرن قلنا نفس الكلام، ما توفقناش وربنا ما كرمناش بنتيجه ايجابيه ان احنا نتاهل للمباراه النهائيه، لكن برضو ستظل هذه الثقه، وانا بتمنى من كل جمهور النادي الاهلي ان دايما الثقه دي تكون موجوده في لعيبه النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي وتدعمهم بكل قوه مهما كانت النتائج ومهما كانت الظروف المحيطه، لان في احداث تانية وفي بطولات تانية جايه، الفريق محتاج السبورت، محتاج دايما اقوى دعم ليه. هنرجع مره تانية للبطولات المحليه وبعد كده في سوبر افريقي، ونبدا بقى التفكير في حلم بإذن العشره الله. يا محمد مش تمام. بعيد علينا ان شاء الله. طيب محمد، انت كنت قريب من المشهد امبارح في ملعب المباراه، ملعب احمد بن علي في استاد نادي الريان. عايز اعرف ردود افعال الجماهير، انت كنت قريب جدا من الجمهور امبارح قبل المباراه وبعد المباراه. النهارده كان في مؤتمر صحفي لاساطير كره القدم العالميه تحت اشراف الفيفا، واتكلموا على مشاركه الاهلي والاشاده بجمهور النادي الاهلي. ابرز هذه الاخبار والمشاهدات اللي انت شفتها، يعني ابرز الكواليس اللي انت شفتها في كاس العالم للانديه. يمكن بالفعل مؤتمر الاساطير حضروا النجم كاكا وخفير ماسكيرانو وايضا جوليو سيزر الحارس البرازيلي العملاق، معظم عدد كتير جدا او كلام كتير جدا للاساطير عن مشاركه النادي الاهلي في البطوله، والتاكيد على ان النادي الاهلي استحق التواجد هنا. لازم الناس تبقى مؤمنه والناس تبقى عندها فكره ان الاهلي وجوده هنا ده في حد انتصاره كان انجاز كبير جدا ونجاح كبير جدا للنادي الاهلي. كان عندنا على فكره النهارده كمان يا محمد زي مائده مستديره مع الكابتن وائل جمعه ومحمد سعدون الكواري الاعلامي الكبير، فسالنا الكابتن وائل جمعه فقال ان دي بطوله، ده تكريم، دي مكافاه للاعيبه النادي الاهلي ودي مكافاه لكل انديه القارات اللي موجوده في البطوله دي على الجهد اللي هم بذلوه في بطولات القارات بتاعتهم، فهي هنا موجودين، دي بطوله تسويقيه ودي بطوله ترويجيه بيشكر بيها الفيفا الفرق دي على النجاحات اللي اكدها. وارجع لك تاني لمؤتمر الاساطير لما كاكا يقول ان الاهلي فريق كبير والاهلي استحق التواجد بجداره في بطوله كاس العالم للانديه، يشيدوا بالجماهير المصريه اللي الحقيقه رسمت صوره جميله جدا وساهمت في اظهار البطوله بشكل عام، مش صوره النادي الاهلي بس، لا البطوله كلها طالعه بشكل كويس من خلال جمهور النادي الاهلي اللي عمل حاله جميله جدا في المدرجات. جمهور النادي الاهلي عايز اقول لك بعد المباراه المشهد كان جميل جدا، تعال اقول له لعيب الاهلي يجوا كله يعني نادوا على اللعيبه شجعوهم، خلاص مباراه وخلصت، المباراه انتهت، خلونا نبدا صفحه جديده، خلونا نركز في اللي جاي. لعيبه النادي الاهلي اللقطه الجميله سجدوا لربنا سبحانه وتعالى شكرا على اللي قدموه في المباراه. صحيح كنا بنتمنى وبنامل احسن من كده عشرات المرات تمام. لان دايما ثقتنا ورؤيتنا للعيبه النادي الاهلي ان عندهم اضعاف اضعاف اللي ظهروا بيه في الشوط الثاني من مباراه البايرن، لكن خلاص زي ما قلت لك مباراه اصبحت من الماضي، قدامنا دلوقتي معركه حقيقيه ومباراه قويه امام الفريق البرازيلي بطل الكوبا ليبرتادورس. ان شاء الله باذن الله برضو الجماهير تفضل تساند الفريق وتدعمه في المباراه دي مهما برضو كانت النتيجه. عايز اكد على النقطه دي، افتكروا 2005 الفريق خسر من اتحاد جده السعودي وما عملش نتائج، 2006 راح وجاب بطوله افريقيا وجاب لنا الميداليه البرونزيه، فليه لا طيب. السيناريو ده انا اقول للاعيبه من دلوقتي انا عايز بطوله افريقيا العاشره السنه دي ان شاء الله، وعايز اشوفكم في بطوله كاس العالم للانديه اللي جايه، وعايز كاس السوبر الافريقي، وعايز الدوري، وعايز استمرار السيطره على البطولات المحليه وانتوا قد ده، والاهلي يقدر. هو ده الترند يا محمد طيب. الاهلي يقدر دائما وابدا. عندي سؤال مهم جدا في الجزء الاخير من لقائي معاك يا محمد، متعلق بال 48 ساعه اللي جايه، كواليس الاربع فرق، الاستعداد لمراسم التتويج يوم الخميس الثالث والرابع والفاينل ما بين اونالت جريس المكسيكي مع بايرن ميونخ الالماني، قواعد التنظيم كمان في مساله مراسم تسليم الميداليات، والجديد عندك في هذا الامر خاصه ان قواعد التنظيم انا عارف الفيفا بتطبقها بحذافيرها، حتى لو في اي فريق بيخالف ما فيهاش هزار في هذا الامر، كواليس هذا الامر بالنسبه لك والجديد في اليوم الختامي. اليوم الختامي ان شاء الله يوم الخميس 11 فبراير، المباراتين هيكونوا على استاد المدينه التعليميه، المباراه الاولى
تحديد المركزين الثالث والرابع، الاهلي وبالميراس البرازيلي، هتكون 5 بتوقيت الدوحه. بعدها ان شاء الله بثلاث ساعات المباراه النهائيه ما بين فريق التجرس المكسيكي وفريق بايرن ميونخ الالماني، وهتكون الساعه 8 مساء ان شاء الله برضو على نفس الملعب، هتكون الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. المباراتين هيتم نقلهم، انا اتاكدت النهارده، على القنوات المفتوحه لبين سبورتس، فان شاء الله باذن الله نستمتع باجواء كويسه. وبالنسبه للامور التنظيميه الحقيقه لسه لحد دلوقتي انا ما اتاكدتش من كل تفاصيل وكل الامور المحيطه بالعمليه التنظيميه اللي هتكون موجوده يوم المباراه باذن الله النهائيه، فمش هقدر برضو اجزم ولا اقول حاجه دلوقتي، لسه ما اتضحتش الصوره بالنسبه لي فيها ان شاء الله. اكيد زميلي العزيز والناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ محمد الجزار، انا بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات، تنورتنا وشرفتنا وكنا سعداء بالتاكيد من خلال مشاركتك معنا عبر كاس العالم للانديه وكل التفاصيل والاخبار الحصريه من خلالك خلال هذه البطوله. طيب لسه عندنا تفاصيل اكتر ولسه عندنا موضوعات مهمه، لكن كل ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وترند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا عشان نشوف ردود الافعال امبارح بعد مباراه الاهلي وبايرن ميونخ. نروح للصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك، ردوا على بايرن ميونخ على صفحتهم الرسمية واللي أشادوا فيه طبعا بأداء الأهلي في المباراة، كتبوا شكرا لكم ونراكم مجددا، ده ردا طبعا بعد ما كتبوا قتال عظيم بالنسبة لأداء لاعبي النادي الأهلي في هذه المباراة، نتمنى يا رب يكون فيه يعني نتيجة بإذن الله في مباراة الثالث والرابع، قدامنا طبعا توماس مولر بمسك تيشيرت كهربا وفي صورة رائعة جدا لتوماس مولر مع ياسر إبراهيم. توماس مولر من اللعيبة الجميلة جدا اللي عامل حالة طيبة على فكرة بالمناسبة بينه وبين جماهير البافاري في ألمانيا، لعيب يعني متواضع جدا في التعامل مع كل الناس. طيب الصفحة كمان الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك نشروا مين هو نسر مباراة الأمس، محمد هاني الظهير الأيمن أداؤه المميز في مباراة الأمس نسر المباراة، وكتبوا نفتخر بك محمد هاني، عمل مباراة كبيرة وإن شاء الله يكمل على ده خلال الفترة اللي جاية. طيب محمد هاني كمان من خلال حسابه الرسمي على الانستجرام ما نشر صور لي على صور لي في المباراة وكتب الحمد لله على الحمد لله طبعا بالنسبة للمباراة، لكن كل التركيز فيما هو قادم وده تحديدا بالتأكيد على مباراة الثالث والرابع. وبالمناسبة تحديدا حتى هو في التعليقات لو تبصوا تاخدوا بالكم مصطفى شوبير معلق قال مان اوف ذا ماتش، محمود متولي كاتب له عاش، فطبعا كل الدعم والمسانده بالنسبه لمحمد هاني خلال الفتره اللي جايه، اداء مميز جدا في مباراه الامس ويبني على ده بالنسبه للمرحله اللي جايه. كمان في الجول على حسابهم الرسمي على تويتر كتبوا على اداء محمد هاني في هذه المباراه، قالوا مباراه كبيره قدمها محمد هاني امام جبهه ناريه بالنسبه لبايرن ميونخ. طيب كمان الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف من خلال حسابه الرسمي كتب تعليقا على هذه المباراه في صوره لمانويل ناير مع محمد الشناوي، أداء جيد من الأهلي ممثل إفريقيا في مواجهة البايرن في كأس العالم للأندية، القارة السمراء تفتخر بكم، شيء رائع جدا من الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي وإشادة واسعة من كل المسؤولين والقيادات في الاتحاد الإفريقي أو حتى في الاتحاد الدولي. سبورت 360 على تويتر كتبوا شكرا لكم، قدمتم كل ما لديكم، الجميع ينتظر منكم ميدالية المركز الثالث إن شاء الله، وبإذن الله لعيبة النادي الأهلي قادرين على تحقيق ذلك في بإذن الله مباراة يوم الخميس أمام بالميراس بإذن الله في تحديد المركز الثالث والرابع. كمان مشاركات الجماهير النهاردة كنا طرحنا سؤال رأيكم إيه في أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ، المشاركات كمان محتاجين نشوف السؤال اللي طرحناه في البداية وتعليقات الناس في الإجابة على هذا السؤال. إسراء قالت كانوا رجالة عملوا اللي عليهم وإحنا فخورين بيهم وننتظر منهم المزيد. علي أحمد بيقول الأداء كان يبقى أحسن من كده بس قدر الله ما شاء فعل، الأهلي بمن حضر. تعليقات إيجابية، إيهاب عرفة بيقول حلو وإحنا في ظهركم على الحلوة والمرة معاك يا أهلي. شادي بيقول جيد بس كان فيه أفضل كنا نتمنى. إيمان حلمي بتقول كويس بالنسبة إننا بنلعب أمام فريق مثل بايرن بس كان فيه نوع من الخوف في الشوط الأول، الشوط الثاني أفضل والقادم بإذن الله أفضل ونلعب من غير خوف وعدم ثقة، هنكون أفضل بكتير وبإذن الله المباراة القادمة نكون أفضل ونحصل على المركز الثالث. المباراة القادمة أيضا صعبة جدا، عاوزين اللعيبة تكون عندها حماس أكتر من كده، إحنا الأهلي بلاش خوف وقلق وبالتوفيق إن شاء الله. كمان الديناري بيقول بلا شك الأهلي استفاد من اللعب ضد البايرن وسوف تظهر أثار تلك الاستفادة في فكر اللعيبة والمدرب مستقبلا، وده لو قلنا في بداية الحلقة نبني على ده. الأداء مقبول في حدود الإمكانيات والقدرات الهائلة للاعبي البايرن، لكن نحن شعب الأهلي كان لدينا طمع وأمل
في المفاجأة الغالية على نظام القضية ممكن. يعني كنا نحلم بالتعادل في الدقيقة 80 وقبل الهدف الثاني ثم نذهب بعد كده للوقت الإضافي وبعد كده ركلات الترجيح، هو سيناريو كنا نتمناه، لكن الحمد لله على كل شيء. نتمنى يا رب بقى يكون في ميدالية يوم الخميس. ماجد صلاح بيقول بغض النظر عن الأداء الفني كان في روح وقتالية من اللاعبين، كان في رهبة أثرت على الأداء الفني، لكن يبقى أهم حاجة للجيل ده الإيجابيات الكتير اللي طلعوا بيها من البطولة. إحنا كنا بنبني جيل يرجع ياخد إفريقيا ويوصل لكأس العالم، وأتوقع إن البطولة دي أثقلت اللاعبين في كل النواحي، لأنك وصلت لأصعب مرحلة إنك تلعب مع أفضل فريق في العالم وتأدي برجولة وما بتتغلبش بسكور، فدي حاجة إيجابية للفرقة نبني عليها لقدام. وشكرا رجالة الأهلي، وعاش الأهلي على الحلوة والمرة معاك. نفس الكلام اللي قلته في البداية، نبني على كل شيء حدث في هذه البطولة. جيل بيبدأ في بطولة إفريقيا ويفوز بالتسعة، بيذهب لكأس العالم للأندية وبيعمل نتائج على أعلى مستوى محليا وإفريقيا وأيضا دوليا، وإشادة كل وسائل الإعلام وأساطير الكرة في العالم اللي كانوا النهاردة في مؤتمر صحفي وأشادوا بالأهلي وبجمهور الأهلي، وطلبوا الفيفا بدراسة فكرة تشجيع جمهور الأهلي للفريق بهذا الشكل في المدرجات. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.